هو كيان عنيد بإيجابية، مغامر باحترافية، متيم بسحر الحياة ومأخوز بتفاصيلها وعاشق لاكتشافها. دي تركيبته النفسية. أما مشواره بقى الألف ميلي فمتنوع ومترامي الأطراف. خدوا عندكم: درس بنوك، أدار مصنع ملابس، حصل على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية في الملاكمة وكمال الأجسام ورالي، بالإضافة لشهاداته التقديرية من أكبر جامعات نيويورك في الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والتمثيل، إلى جانب موهبته في هندسة الديكور وتصميم الأزياء. كل اللي فات ده بقى حمادة، وكل اللي جاي ده حمادة تاني خالص. هو من سلالة شريفة طاهرة، ولقبه حسب شهادة نقابة السادة الأشراف الشريف عباس أبو الحسن عباس محمد، من ذرية مولانا الإمام الحسين والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي عليه السلام. مدد يا أبو العباس، أنا عايزة كرامات. إيه؟ أغمى عليك ولا إيه؟ أغمى عليك غالباً، غالباً أغمى عليك. مقدمة قوية جداً، يعني كبيرة عليا أوي.